بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، والذي يعني من فضائل الإسلام كذلك يعني أن كنا من أهل القرآن. نسأل الله أن يجعلنا يعني من أهل القرآن وخاصة الله عز وجل. فإن موضوع اليوم بإذن الله تعالى عن فضل تلاوة القرآن وآداب هذه التلاوة. معلوم بأن القرآن فضائله كثيرة وبركته عظيمة، والدلائل على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، وينبغي لكل مسلم أن يستشعر نعمة الإسلام ونعمة كونه من أهل الإسلام، وأن أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عز وجل على نفسه منذ الأزل بإنزاله هذا الكتاب العظيم، فقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا كان الله عز وجل قد أثنى على نفسه منذ الأزل بإنزاله لهذه النعمة العظيمة، فنحن أولى بشكره سبحانه وتعالى والثناء عليه بأن كنا من الأمة التي نزل فيها هذا القرآن أو عليها هذا القرآن المعجز. وإعجازه لا يقتصر على بلاغته وتحدي العرب بذلك، وإنما يزيد ذلك ما أخبر به هذا القرآن من قصص الأولين، وكذلك مما فيه من أمور الغيب التي نشهد بعضها في هذا الزمن وما زال إلى يوم القيامة. فكما قلنا ابتداء، إن فضل القرآن وبركة القرآن عظيمة والدلائل على ذلك كثيرة، نقتصر على بعضها وعلى ما جاء من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث في ذكر فضائل القرآن عموما، ثم نذكر بعض ما خصه الله عز وجل من كتابه العزيز في بعض الآيات وبعض السور. وذكر هذه الفضائل فيها تحفيز للمسلم وللقارئ لكي يكثر من قراءة القرآن، ولذلك ذكر القرآن هذه الفضائل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نذكر في هذه الجلسة بعض هذه الفضائل لعلها تحفزنا لقراءة القرآن. فمثلا ما جاء في فضل تلاوة القرآن عامة من القرآن، قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالآية واضحة وظاهرة في منزلة تلاوة القرآن والفضل المترتب على ذلك، وكيف أن قرنت التلاوة بإقامة الصلاة وبالزكاة، ومعلوم أن هذه من أركان الإسلام، والاقتران في السياق يدل على عظم يعني ما ذكر في هذا السياق. فالتجارة والربح عند الله عظيم لمن يكثرون من تلاوة القرآن. كذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وهنا لابد من وقفة عند قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. فإن من المسائل التي ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها عند قراءته للآيات والأحاديث التي جاءت في فضيلة القرآن وفي فضيلة تلاوة القرآن، لابد أن يعلم أن الأصل في ذلك وأن الفضل يعني مقيد بالعمل بما جاء في هذا القرآن، بأن يقرأ الآية ويفهم معناها ويعمل بما دلت عليه الآية، هذا عامة. ولكن كذلك ينبغي التنبيه إلى قضية حسن القراءة
والقراءة الصحيحة، وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى بعد سرد الآيات والأحاديث في فضيلة تلاوة القرآن أو في فضل تلاوة القرآن، نذكر بإذن الله هذا التنبيه. فقط أشرت هنا لقوله تعالى: الذين يتلونه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، نعوذ بالله من الكفر. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. معلوم أن هذه الآية تتكلم على أوقات الصلوات، فتكلمت على وقت الظهر والعصر في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس والمغرب والعشاء إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. والقرآن الذي يتلى في هذه الصلاة يعني يشهد له يوم القيامة وتكون له وفيها فضل عظيم. ولذلك صلاة الصبح من المواطن التي يستحب إطالة القراءة فيها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرر ذلك الفقهاء، من أن صلاة الصبح تكون أكثر طولا من غيرها من الصلوات، بأن يختار من طوال المفصل الذي هي مشهور عند علمائنا من الحجرات إلى آخر النازعات، يختار من هذه السور يعني من هذه المواضع كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا لسنا نحن هنا في بيان الأحكام الفقهية، ولكن إشارات سريعة يعني حتى لا يأخذ الكلام على عمومه، فإن الإطالة استحبابها بالنسبة للفذ مطلقا، لأنه سيصلي لوحده ولن يؤذي غيره ولن يطيل على غيره. أما إن كان إماما فلا بد من مراعاة المأمومين، فلا يؤخذ هذا الكلام على إطلاقه وتقرأ بعض الأحاديث في يعني من غير أن تربط بالمسائل ببعضها ودون الرجوع إلى لأهل العلم، فإن الإطالة معلومة عند بالنسبة للمأموم مشروطة أو مقيدة بعدم الإطالة على المأمومين. فإذا كان أذن له المأمومون بأن يطيل وعلم من حالهم أنه يطيقون ذلك، وكانت جماعة محصورة يعني ليس مثلا في المسجد يعلم بأنه يدخل عليه بعض المصلين ويعني قد يكون مارا من طريق أو كذا، فلم يستأذن منه، فلابد أن تكون جماعة محصورة وأذن استأذن منه وعلم من حالهم أنهم يطيقون، فإذا توفرت هذه الشروط يطيل القراءة. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا يجوز له أن يطيل القراءة، وإنما يعني يطلب منه التقصير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم، أو بمعنى الحديث: إذا أما أحدكم فليخفف. فإن في المصلين يعني العاجز والكبير والمريض وذو الحاجة كما بمعنى الحديث. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: يكاد أن تكون أو أن تكون السنة في حق الأئمة هو التقصير إذا تخلف طبعا الشروط الذي قلنا عنها تكلمنا عنها قبل قليل، فلابد أن نربط المسائل ببعضها. ولكن لسنا هنا في مقام بيان الأحكام الفقهية، وإنما في ذكر الفضائل. وكذلك قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه بعض الآيات التي جاءت في ذكر فضل تلاوة القرآن عموما. وكذلك من السنة المطهرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع سفرة الكرام البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث واضح وظاهر في بيان فضيلة الذين يتلون كتاب الله عز وجل، وفرق بين الماهر والذي تسهل عليه القراءة بالأداء الصحيح دون تعب ولا مشقة، فهذا كان مصيره وكان جزاؤه بأن يكون يوم القيامة مع سفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة. أما الذي يقرأ القرآن ويجتهد في القراءة الصحيحة ويعني وذلك يكون شاق عليه، فإن هذا صحيح دون مرتبة الماهر، ولكن يعني لا يخلو من ثواب ولا يخلو من أجر، فقال له أجران. فالأجران هنا في الذي يتتعتع ليس معناه أنه أعظم أجرا من الماهر، لا، الماهر جعل مع السفر وهذا واضح بأنه أكثر أعظم منزلة، ولكن الأجران أجر على هذا الجهد والمشقة، وأجر على
تلاوته لحروف قراءته لحروف القرآن، لكن لابد أن نعلم معنى التتعتع. هل يتتعتع معناه يقرأ خطأ؟ لا، المقصود هنا أنه يجتهد في إخراج الحرف الصحيح وفي المخرج الذي هو يعني جعل لهذا الحرف والصفة الذي جعلت لهذا الحرف دون مبالغة طبعا، هذا يعني جعل له الأجران وكان له ثواب. أما القراءة باللحن وبالخطأ ويحرص بعض الناس على الإكثار من التلاوة وهو يقرأ القرآن خطأ، هذا ليس هو المراد في هذا بهذا الحديث. لابد أن ننتبه لهذه النقطة، لابد أن نعلم أن العبرة بالقراءة الصحيحة وليس بكثرة السور والآيات وكثرة التلاوة. لابد لمن كان يعني لا يحسن القراءة أن يتعلمها ولو كان ذلك بقدر جزء عمة، إن شاء الله حتى مثلا 5 صور 6 صور، إذا كان هذا جهده وهذه قدرته وهذا يعني هذه قدرته وطاقته في تعلم القراءة الصحيحة، فيجب عليه أن يفعل هذا. أما لا يبالي بكون القراءة صحيحة أم غير صحيحة ويفرح بختمه للقرآن ويقول أنا أختم في أسبوع أو أختم في شهر، لا تجوز قراءة القرآن قراءة ملحونة. ملحونة معناها خاطئة، اللحن المقصود به هنا اللحن بمعنى الخطأ، بمعنى الخطأ والعدول عن الصواب. فلابد أن نعلم معنى الحديث يتتعتع فيه، أي يجتهد في يعني القراءة الصحيحة وتقع منه صحيحة، إلا أن ذلك بمشقة منه وجهد، بخلاف الذي هو ماهر بقراءة القرآن. والبعض الذي ربما يتعذر بعدم تمكنه من الذهاب إلى كتاب أو كذا، فليستمع يكثر من السماع للقراء المعروفين يعني بقراءتهم المتأنية والتي لا يخلو من فائدة وتعلم منهم. وبعض أعلم بعض من يعني حفظ الربع بسماعه مثلا للشيخ الحصري رحمه الله تعالى قراءة متأنية ومتقنة، يكرر السماع مرة واثنين ويجتهد في الإخراج الحرف الصحيح ولو كان ذلك بقدر يعني قليل من السور. فالعبر ليس بكثرة التلاوة، وإنما الأصل في ذلك أن تكون صحيحة. فإن كان يستطيع أن يقرأ القرآن كامل صحيح فهذا الأصل، فإذا لم يمكنه ذلك فليقتصر على الموضع أو المواضع التي يحسن قراءتها والتي يمكنه أن يقرأ بها قراءة صحيحة. ولا بد من التركيز على هذه النقطة، وربما نرجع إليها مرة أخرى بإذن الله تعالى. وكذلك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ أي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. الأترجة هذه قالوا نوع من التمار طيب، حجمها كبير وتسر الناظرين ولينة الملمس وطيبة الطعم وطيبة الريحة كذلك. فهذا شبه به النبي صلى الله عليه وسلم، أو شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن، فظاهره يعني باطنه وظاهره على خير، ظاهره وباطنه على خير. وكما تكلمنا في أول المجلس من أن الأصل في هذه الآيات وهذه الأحاديث يعني الأصل في ذلك هو من يقرأ القرآن ويعمل به. هذه مسألة يعني متفق عليها ولا نزاع فيها، وإنما نذكرها للتنبيه. فقول بعض مثلا هذا يفعل في المعاصي ويرتكب المنهيات ومع ذلك يقرأ القرآن، فنسأل الله العافية ونسأل الله أن يغفر لنا، هذا ليس مشمولا بهذه الآيات وهذه الأحاديث. فهذه الآيات والأحاديث المراد بها من يتلو القرآن ويعمل بما يعني بما في هذا القرآن. طبعا لما أقول يعمل بما في هذا القرآن يعني بفهم العلماء،
لا أقصد بذلك فهم القارئ، ليس كل من قرأ القرآن أو قرأ الأحاديث يمكنه فهم مراد الله عز وجل أو فهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أقصد بذلك أي عمل بما فسره الفقهاء وبما شرحوه لنا فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم، لأن أصل أقوالهم يعني الأصل يعني من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس والأدلة المعروفة التي الأصل أنها ترجع في عموما للقرآن والسنة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأطروس الجهدية اللي هو قلنا من نوع من التمار طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لم يخلو من بركة كذلك، فشبه بالتمرة لأن التمر يعني لما تبي تشوفه ما فيش ريحة طيبة ولكن طعمه طيب، لا ريحة لها لكن طعمها طيب. فهذا كذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن يعني لا بإيمانه يعني نال بركة كونه كالتمرة في أن طعمها طيب، ولكن لعدم تلاوته للقرآن حرم من الريحة الطيبة، أو بمعنى آخر بمعنى المراد بوجه التشبيه يعني في كون ظاهره على خير وصلاح. قال ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وهذا التشبيه يعني صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه معنى يعني عظيم لفضل القرآن، يعني حتى الفاجر في بعض الروايات المنافق، حتى الفاجر والمنافق بتلاوته للقرآن لم يخلو من فائدة. ها هو منافق أو فاجر بتلاوته للقرآن كان كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، لأن طبعا المنافق هذا إذا أردنا بالمنافق إذا أريد بالمنافق هو معناه الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لم يخلو ظاهره من يعني لم يخلو ظاهره من خير، وهذا يرجع لبركة القرآن. صحيح لن ينتفع به يوم القيامة، ولكن هذا فيه وقفة وفيه يعني بيان لعظمة القرآن وبركة القرآن، كيف أنه انتفع به حتى من كان فاجرا أو منافقا، ولكن لن ينفعه ذلك يوم القيامة، ونسأل الله العافية. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نبتة تنبت يعني في الصحراء لا مرة طعمها مر ولا ريحة لها، ونسأل الله السلامة. وكذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما في مسلم. ولابد من تعليق على هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاءت في فضل مثلا قراءة القرآن أو فضل بعض الأذكار. ينبغي للمسلم أن يجعل مقصده الأصلي هو الامتثال لأمر الله عز وجل. فلما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا كذلك الله عز وجل بتلاوة القرآن أو بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أو بالأذكار عموما، ينبغي قالوا للمسلم أن يجعل الأصل في هذا الفعل هو امتثال أمر الله عز وجل. ثم هذه الفضائل وهذه ما يترتب على هذا من فضل ينبغي، وإن كان لا يصعب الإنسان أن يجرد نفسه من هذه المقاصد، لكن ينبغي أن تكون تبعاً له، لأن كما قال بعض أهل العلم قال بعض فقهائنا أن إذا جعل المسلم الذاكر أو التالي للقرآن جعل فعله هذا كالعوض مقابل أن يأخذ هذه الثمرة المترتبة على هذا الذكر أو القرآن، قالوا يخشى ألا ينال ما ترتب على هذا الذكر أو ما ترتب على هذا القرآن. ولذلك قالوا ينبغي أن يكون المقصد الأصلي له والباعث والمحرك له هو أن يكون امتثال أمر الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل، وفي صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له صلى الله عليه وسلم، قالوا حينها يرجى أن ينال بركة هذا الذكر وبركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا.
الحث والمقصد الأصلي هو امتثال أمر الله عز وجل حتى يرجى من ذلك حصول الثواب المترتب. وهذه هنا قاعدة عامة سواء في تلاوة القرآن أم في الأذكار. وكما نبهنا ونكرر، المراد دائما بهذه الفضائل وبهذه الأحاديث والآيات هو من تلا القرآن، قرأ القرآن وعمل بأوامر الله عز وجل. فكون القرآن شفيع له يوم القيامة وترفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة، قالوا هو الذي عمل بالقرآن، أما الذي لم يعمل به فإنه شاهد عليه لا له، نسأل الله السلامة، فإنه سيكون وبالا له يوم القيامة. من قرأه رياء، من قرأه ولم يعمل به، فإن هذا والعياذ بالله سيكون وبالا له يوم القيامة، ويكون شاهدا عليه وليس شاهدا له، ليس شفيعا له، وإنما يكون وزرا، نسأل الله السلامة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هذا كذلك واضح وظاهر المعنى في بيان فضيلة تلاوة القرآن. بل يفيدنا هذا الحديث معنى أبعد من كون تلاوة القرآن فيها فضل عظيم وأجر عظيم، وهو أن جعل هذا الثواب، ثواب تلاوة القرآن، جعل هذا الثواب حتى لمن لم يفهم معنى ما يتلو. فربما بعض الناس وكثير منا ربما يقرأ بعض الكلمات وبعض الآيات ولا يفهم معنى الكلمة، فضلا عن المعنى العام، معنى حتى المفردة هذه. فهل يحرم الثواب والأجر؟ قال العلماء: لا يحرم الثواب والأجر، بل له هذه الحسنة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة حرف من حروف القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نقول مثلا في بداية حروف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب مثلا، قال الثواب مترتب الحسنة على الألف وعلى اللام وعلى الميم. وكذلك لما نقول ذلك على الذال وعلى اللام وعلى الكاف، كل حرف من هذه الحروف له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل لمن يشاء. فلما التواب علقه النبي صلى الله عليه وسلم على الحرف، والحرف هذا الهجائي لا معنى له، ليس له معنى في ذاته، فلما ترتب التواب على هذا الحرف الذي لا معنى له في ذاته، دل على أن التواب المترتب هذا يناله من يفهم المعنى ومن لم يفهم المعنى. بتقول لي باي كيف بيعمل بمقتضاه؟ قلت قبل شوي بأن لما نقول يعمل بما في القرآن، هو لن يعمل بذلك بفهمه، وإنما بالرجوع لأهل العلم وللفقهاء، لأن لما نجد هذه الكتب وهذه المؤلفة في المذاهب الأربع، نجد مثلا الأحكام مسرودة ومجردة عن الأدلة، لا ذلك أنها لا دليل عليها، وأنها لا دليل عليها من القرآن أو السنة أو من بقية الأدلة المعروفة عند أهل الاختصاص، لا ذلك، وإنما جردت من الأدلة وذكرت مع بعضها لكون هذا الكتاب جعل للدراسة وللتدريس ويسهل الرجوع إليه ونحو ذلك. وإلا فإن كتب الأدلة موجودة. فلما نجي كتاب مثلا من كتب الفقه سواء على مذهب الإمام مالك أم على مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو الإمام أحمد عموما، فلما نجد هذه الكتب التي ألفت من غير ذكر الدليل معها، لا ذلك أنها ليس لها دليل أو ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. فأني دراستي لإحدى هذه المذاهب، ومعلوم في بلادنا المذهب المالكي هو السائد في هذه البلاد والفتوى عليه غالبا، فلما نجيني نقرأ هذا العلم أو هذا الفقه على هذا المذهب، أو نجي نسأل الشيخ، إذا كنت أنا لست طالب علم بل من عامة الناس أريد أن أسأل واستفتي فيجيبني، الآن لما أجابني بهذا الجواب، الأصل في هذا الجواب أن دليله إما من الكتاب أو السنة أو من الإجماع أو القياس أو المصلحة المرسل، الأدلة المعروفة عند الأصوليين. فأنا هنا لما أخذت بهذه الفتوى وكلام الفقهاء، تعتبر الآن عملت بالقرآن، عملت بما أقرأ. هذا معنى لما نجي مثلا لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون مثلا، الآية هذه ربما بعض الناس لما يقرأها لا يفهم معناها، يفهمش المراد بهذه الآية، سيناله الثواب، سيتحصل على الثواب، يتحصل على الثواب.
باي هو الان كيف بيعمل بمقتضى هذه الايه. مثلا جي عرف من بعض المشايخ وحضر بعض الدروس او اسال قال شو الحكم ان اقرا القران او امس المصحف، ما حكم ان امس المصحف من غير طهاره؟ بيقول غير جائز. فهو الان لما يقرا من المصحف بطهاره ولا يمس المصحف الا وهو طاهر يعتبر الان عامل بما قرا، عامل بما قرا. وان لم يفهم ذلك مباشره من الايه وفهمها من كلام الفقهاء ومن من الفتوى هذا يعتبر عمل بالقرآن، وإن لم يفهم ذلك بنفسه من الآيات القرآنية. فإذا الثواب المترتب على هذه الآيات وعلى هذه الحروف هذا يناله من يفهم المعنى ومن لم يفهم المعنى. بكيف يكون عاملا بالقرآن؟ بالرجوع لأهل العلم بسؤالهم أو بالدراسة على يعني دراسة مذهب من هذه المذاهب على أهل هذا المذهب، فيكون الآن في هذه الحالة عاملا بالقرآن، وكذلك باجتنابه للمنهيات التي والنواهي التي جاءت في القرآن أو في السنة. وهذا الفضل اللي أشار إليه الحديث من أن كل حرف له عليه حسنة، وقلنا هذا يفهم منه كما قال العلماء لمن فهم معنى ما يقرأ أو لم يفهم، قالوا هذه من خصوصيات القرآن أو نقولوا مما لم يختلف فيه عند الفقهاء من أن القرآن الثواب المترتب على التلاوة يكتسبه ويتحصل عليه من فهم المعنى ومن لم يفهم. أما الأذكار كمثلا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله، هذه الأذكار التي جاءت يعني أستغفر الله ونحو ذلك، قالوا هل الثواب المترتب على هذه الأذكار متوقف ومشروط بفهم معنى هذا الذكر، يعني فهم معنى الإجمالي، يعني معنى الإجمالي لما نقول مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الله عز وجل بأن يرحم نبينا صلى الله عليه وسلم ويزيد في مرتبته وأن يعطيه الشفاعة يوم القيامة وأن ينشر دينه في يعني في الدنيا، هذه من معاني الإجمالية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقول سبحان الله أي أنزه الله، أنفي عن الله كل نقص لا يليق بالله عز وجل سواء مما يشابه المخلوقات مثلا، هذه من المعاني. الله أكبر الله أعظم وأجل من كل ما يحصل للإنسان ومن كل جبار ونحو ذلك، فهذه الحمد لله أثني على الله ويعني بجميل أوصافه، فهذه معاني الإجمالية. قالوا هل هي مشروطة لكي ينال الذاكر ثواب هذا الذكر؟ أكثر الفقهاء قالوا يناله الثواب وإن لم يفهم المعنى، ولكن هناك من قال من العلماء كالإمام السكي رحمه الله من الشافعية مثلا، هناك من العلماء من قال بأن ثواب الأذكار مقيدة أو مشروطة أو مشروط ومقيد بفهم المعنى. فهذا الخلاف مثلا لم يوجد في القرآن، وجد في الأذكار، باعتبار الذكر الثواب ترتب على الكلمة على الجملة كاملة، الله أكبر جملة مبتدأ خبر، سبحان الله مفعول لفعل محدود أسبح سبحان الله، فهذه جملة رتب التواب على جملة هذه الكلمة، ولذلك حصل فيها الخلاف. أما القرآن إنما رتب الثواب على الحروف الهجائية، والحرف في نفسه لا معنى له، فدل على أن التواب في القرآن مطلق. لكن هذا القول بأن القرآن يتحصل على يعني من قرأه يتحصل على ثوابه مطلقا، هذا لا يعني أن من قرأه بفهم معناه وبتدبر أنه أعظم ثواباً وأكثر أجراً ممن قرأه بغير فهم معناه، إنما كلامي فقط كان على حصول هذا الثواب الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما من تدبر وقرأ بتدبر وبفهم المعنى لا شك أنه يعني أكثر ثواباً وأعظم أجراً ممن قرأه من غير أن يفهم المعنى، وإنما كان تعليقي فقط على فهم المعنى. كذلك لما نقول في الأذكار أن كثير من الفقهاء قالوا يتحصل على الثواب وإن لم يفهم المعنى، خلاف لقول بعض من قال بعدم حصول الثواب، لا يعني قولهم هذا أن من ذكر وهو مستحضر حاضر القلب وفاهم للمعنى أن أجره مثل أجر من ما يفهم المعنى، لا، أجر من فهم المعنى أعظم ممن لم يفهم المعنى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال يقول الرب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري، أي ومن شغله ذكري عموما، والقرآن وإن كان من الذكر ولكن تخصه لأنه أعظم الأذكار، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أي طلب الحاجة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث
فيه بيان لفضل تلاوة القرآن والأذكار، ولكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان الدعاء، بالعكس، إنما أمرنا النبي الله عز وجل في القرآن بأن ندعوه، وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للإنسان أن يدعو ويطلب حاجته، ويحب الله عز وجل من عبده أن يتضرع إليه وأن يخضع له وأن يتوسل إليه بأن يتحصل على حاجاته. الصحابة كانوا يسألون الله عز وجل حتى على يعني أن يعينهم على خياطة حذائهم، النعل إذا حصل فيه خرق يدعو الله أن يعينه على ذلك، فيتجرد الإنسان من حوله وقوته فيطلب من الله عز وجل العون. ولكن المراد هنا إنسان صار مشتغلا بالذكر، لا يلهج لسانه دائما بتلاوة القرآن والذكر، ليس إعراضا عن الدعاء، ليس إعراضا عن الدعاء، هذا غير جائز، وإنما انشغل بتلاوة القرآن والذكر عن مسألة الله عز وجل، فإن من فضل الله عز وجل ومن بركة هذا القرآن يعطيه الله عز وجل يعني ما كان لو سأل الله عز وجل، لا يعني الشيء الذي لو سأل العبد الله عز وجل لكي تحصل عليه يعطيه له، لأن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما نطقت به ألسنتنا وما لم تنطق به ألسنتنا، فيعلم الله عز وجل كل يعني من كل عبد من عبيده ماذا يريد لو سأل سبحانه وتعالى. وهذا يعني وهذه الأحاديث وبعض هذه الأحاديث هي بعض من الأحاديث التي جاءت في فضل تلاوة القرآن عموما، لكن يعني فضل الذي يتعلم القرآن ويحفظ القرآن جاءت فيه أحاديث خاصة وهو أعظم لا شك في ذلك. فمثلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فرجل آتاه الله القرآن يعني حفظ القرآن وتعلم القرآن، فهذا وقام به الليل يعني قرأه في صلاة الليل وقرأه كذلك يعني في الليل والنهار مصليا وغير مصل، فصار دائما يتلو في القرآن، فهذا يعني قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يغبط على هذه النعمة التي أعطاه الله إياها، مثله مثل من أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكل مسلم ما من الله به عليه من نعمة ينبغي أن يستغلها، ويعني إذا حرم بعض النعم لا يعني ذلك أنه محروم يعني رأسا. فهذا مثلا شخص لم يتمكن من حفظ القرآن ولكن من الله عليه وأنعم عليه بالمال وبكثرة المال، فهذا لا يحرم نفسه من هذا من الثواب العظيم، وهو أن ينفق من هذا المال في وجوه في سبيل الله عز وجل. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا يعني من يحفظ يعني الحديث عن من يحفظ القرآن يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل له يعني اقرأ ما كنت تقرأه في الدنيا، فإلى آخر آية يحفظها ويرتلها تجعل له منزلة، تجعل يعني يوضع في المنزلة في الجنة تناسب الموضع والمقدار الذي بلغ. وكما قلنا ونكرر كما قال العلماء، المراد بذلك من قرأ القرآن وعمل به، من حفظ القرآن وعمل به، أما من لم يعمل به فهو وزر له عليه يوم القيامة ويكون شاهدا عليه لا له، نسأل الله السلامة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالحديث ظاهر في بيان فضل من تعلم القرآن وحفظ القرآن، وكذلك فضل من علم القرآن، المعلم والمتعلم كلاهما في خير وكلاهما في فضل عظيم. وبعض الفقهاء قالوا: هل يعني هذا أن معلم القرآن أو من يحفظ القرآن أعظم ممن علم الفقه؟ باعتبار حين لما نقول علم القرآن وتعلم القرآن المراد بذلك كلمات القرآن والآيات، يعني هل معنى ذلك أنه خير ممن تفقه في الدين ومثلا ولم يحفظ مثلا القرآن؟ قالوا لا،
قالوا لأن المراد في هذه بهذه الأحاديث أن المراد به هو من تعلم القرآن وعمل به، وكما قلنا قبل قليل العمل بالقرآن لا يكون إلا بالتفقه في الدين، إما بتعلمه بطلب العلم وإما بسؤال أهل العلم، فلا تعارض بين هذا وبين ما جاء في فضل يعني تعلم أمور الدين والسؤال، فإن المراد الأصل في هذا هو من تعلم القرآن وعمل به، كما في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليأمكم أقرأكم، يعني تقديم الإمام الذي يحفظ القرآن. قالوا إذا تعرض عندي شخص أفقه فقيه وآخر ليس فقيها ولكنه يحفظ قدرا أكثر من من يحفظه الفقيه، ما الذي يقدم للإمامة؟ قال علماؤنا يقدم الأفقه. بكيف أهو الحديث قال فليأمكم أقرأكم؟ قالوا المراد بذلك أقرأكم ويعلم فقه الصلاة، يعلم فقه الصلاة. فالأصل عندهم قديما عند السلف أن من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن هو من يعمل بمقتضى القرآن بأن علم حكم الأحكام الفقهية. بل إن هذا الحديث كما فهمه بعض فقهائنا كالإمام القابسي رحمه الله قال يدخل في هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل في من علمه الوالدان. كيف؟ قالوا عندنا المعلم المعروف هو المحفظ، بل كيف يدخل الوالدان في هذا؟ قالوا يدخل الوالدان في هذا هو ب يعني ذهابهم بطفلهم وولدهم إلى هذا الشيخ وتحفيزهم لولدهم، وكذلك إذا كان هذا الشيخ مثلا ليس لديه مال أو نحو ذلك وانقطع لتعليم الصبيان وأعطوه الأجرة على تعليم القرآن، وهذا لا إشكال فيه أن تعطى الأجرة لمحفظ القرآن لا إشكال فيها، طبعا إلا إذا كان يعني اشترطت عليه مثلا الدولة بأن تعطيه مثلا مرتب فتشترط عليه ألا يأخذ، أي طبعا كان يأخذ في مرتب نقول إحنا لا يأخذ من الأولاد في زمن الدوام متاعه، لا يجوز له أن يأخذ منهم ما دام يعطى له من الوقف أو يعطى له مثلا من بيت مال المسلمين أو اللي هو الخزينة العامة. أما إذا كان مثلا عمل خاص به هو ليس لا يأخذ من الوقف ولا يأخذ من الدولة وإنما أخذ من الوالدين فهذا لا إشكال فيه. هناك بعض الأحكام ليس هنا مقام بيانها يعني. فقالوا الوالدان بإعطائهم هذه الأجرة مثلا أو بذهابهم بولدهم إلى هذا الشيخ وتحفيزهم له قالوا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فهو يدخلون فيما من علم القرآن فينالهم الفضل، وهذا من فضل الله عز وجل وفضله واسع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، في غزوة أحد لما كثر الشهداء وضاق عليهم يعني ما يكفن به، قال كان يجمعهم أحيانا في ثوب واحد، أي يكفنان بكفن واحد بسبب النقص وكثرة الشهداء رضي الله تعالى عنهم، لأن عند الضرورة هذا يعتبر جائز. بل إن في غزوة أحد لما كثر عليهم ذلك بل أحيانا يدفن في القبر الواحد أكثر من رجل، فعند السعة قال العلماء عند السعة يعني ينبغي أن يدفن كل منهم بقبر لوحده وأن يكفن بثوب خاص، أما إذا ضاق الأمر ونحو ذلك فجاز ذلك كما في هذا الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب منهم بأن يأتوا يعني بشهداء لكي يدفنهم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني لما يأتوه بشهيدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولهم أيهم أحفظ يعني للقرآن، أيهم يعني أكثر حفظا للسور، فإذا قيل له هذا فإذا أشير له إلى أحدهما يقول له هذايا أكثر حفظا يعني يحفظ أكثر من غيره قدمه في اللحد، يعني اللحد هو يعني الدفن طريقة من طرق حفر القبر هو أن يدفن في الجانب، يعني عندنا الشق الآن مثلا في بلادنا نشق شقا نحفر في حفرة وندفنه فيه، لكن في بعض البلدان الذي أرضهم صلبة كالدول الخليج مثلا أو كذا فتجد أن دفنهم يكون يحفر في شق كبير بعدين في الجانب يحفر في حفر، فهذا يسمون اللحد، فيضع هذا الصحابي وهذا ويدفنه فيه. فإذا قيل له يقدمه في الوقت هو في الأخير الزوز بيدفنه
الزوز سيوضعون في سيوضعان في القبر، ولكن تقديم هذا الشخص الذي هو أكثر حفظا فيه تشريف له، وفيه يعني بيان لمنزلة من يحفظ القرآن، بل من يحفظ أكثر قدرا من غيره. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فلم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وهذا هو حكم شهيد الدنيا الذي يقال الذي مات في معترك الكفار. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل القرآن وخاصته، فمن يحفظ القرآن وكما قلنا وقالوا ومن عمل بهذا القرآن وتعلم فقه صلاته وفقه طهارته وفقه معاملاته فهذا هو المراد بهذه الفضائل. طيب بعض ربما يقول أنا أمي أو لا أحسن القراءة، فهل أحرم من ثواب أو من الثواب المترتب على القرآن؟ لا يحرم من ذلك، فإن في سماع القرآن كذلك فضل عظيم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه. قال قلت أي عبد الله بن مسعود قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ تعجب يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف أو أمسك. قال فرأيت عينيه تذرفان، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر هذا من أداب قراءة القرآن. فهنا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن يقرأ عليه القرآن، قالوا فيه دلالة على فضل سماع القرآن، وأن من يسمع القرآن لا يحرم الثواب والأجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل في بيتها في بيتي، فسمع صوت عباد، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بيوته صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد، فمن كان يدخل المسجد ويقرأ القرآن أو يصلي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في الليل في بيت سيدة عائشة رضي الله عنها سمع في صوت في المسجد فيقرأ القرآن وهو يصلي كذلك، فقال للسيدة عائشة فسمع صوت عباد، قالها يعني هذا صوت عباد يعني، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. فقالوا قال الفقهاء كذلك في هذا الحديث فضل سماع القرآن، فإن صوت النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة عباد قالوا هذا فيه كذلك دلالة على فضل سماع القرآن. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالآية ظاهرة كذلك في فضل سماع القرآن، بل عند سماعه ينبغي لمن كان يستمع لمن كان جالس في هذا المجلس أن ينصت، يعني ليس مجرد سماع والاشتغال بغيره بالفكر، لا، بل ينصت ويستمع ويحرص على سماع هذا القرآن، ففيه فضل عظيم، ليس واجبا نعم، ليس آثما من لم يستمع، ولكن فيه فضل وأجر عظيم. وكذلك روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، ولكن نسأل الله السلامة لما يعني صارت قلوبنا يعني مليئة بالظلام وبظلمة المعاصي صرنا لا نتلذذ بسماع القرآن، وصرنا يعني عشرة ولا خمسة عشرة تمام صرنا يعني قال لا يعني صرنا لا نتلذذ بقراءة القرآن ولا نتشوف يعني ونشتاق لسماع القرآن كما قال سيدنا عثمان لو سلمت قلوبكم سلمت من المعاصي ومن ظلمة المعاصي ما شبعت من كلام ربكم وما أعرضنا عن كلام الله عز وجل الذي تتصدع الجبال إذا قرئ عليها القرآن كما قال تعالى. وهذا الفضل الذي ذكرناه إما بسماع القرآن أو بتلاوته أو بحفظه هو عام لجميع سور القرآن وآياته، ولكن معلوم عندكم أن هناك تخصيص لبعض السور بالفضل،
بصرف النظر عن الخلاف الذي حصل بين العلماء في كون هل يفضل بعض القرآن على بعض أو كذا، بصرف النظر عن هذا الخلاف لا ندخل فيه ولضيق الوقت، عموما لا شك أن هذه السور أو هذه الآيات التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل أن ثوابها أفضل من غيرها. أما بعدين هل ذات الكلام ذات القرآن يعني يفضل بعضه على بعض، هذه مسألة اللي صار فيها خلاف ولا نخوض فيها في هذا المقام. فمن من ضمن الآيات والسور التي خصت بالفضل مثلا حديث أبي هريرة في سورة البقرة: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشياطين أو إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهذا بيان فضل قراءة البقرة في البيوت. وكذلك حديث أبي هريرة بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وحديث أبي أمامة الباهلي: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. في الحديث جاء قال: إنهما تحاجان عن أصحابهما، وكما قلنا لمن عمل بما يقرأ: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة لهم السحرة. وكذلك حديث أبي بن كعب: يا أبا المنذر، يعني حين نريد الوقت ضيق بنحاول هيك عدم قراءة الأحاديث لأن في مسألة لابد أن نتكلم عليها سريعا. آية الكرسي مثلا خصت بذلك، أول 10 آيات الأولى من سورة الكهف، آخر آيتين من البقرة: آمن الرسول وكذا. فهذه الآيات المعوذتان، الفاتحة وهي من أعظم الثواب فيها من بقية يعني القرآن، وفيها فضل عظيم وفيها بركة عظيمة، فينبغي الإنسان أن يكثر من هذه السور التي جاء فيها الفضل الخاص مع غيره من القرآن. لضيق الوقت يعني لا أستطيع أن أتكلم على جميع ما كان المراد الكلام فيه، لكن نذكر سريعا بعض الآداب. فمن ضمن الآداب التي جاءت يعني في تالي القرآن ونبه عليها الفقهاء مثلا التطهر، ينبغي التطهر مثلا يستحب للقارئ القرآن أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر. ولما نقول يستحب أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، أي هذا إذا كان سيقرأ من حفظه. أما إذا كان يريد أن يقرأ من المصحف ويمسك المصحف، فمسك المصحف من غير طهارة لا يجوز، هذا من حيث طهارة الحدث الأصغر، الوضوء، نواقض الوضوء. أما الحدث الأكبر فعند علمائنا لا يجوز أن يقرأ الجنب القرآن سواء من المصحف أم من حفظه، أو من حفظه لا فرق بينهما، إلا إذا كان بعض الآيات للتعوذ مثلا كآية المعوذتين أو الإخلاص مثلا. أما المرأة الحائض فقراءتها للقرآن من حفظها جائز. وكذلك دقيقة أيوة يعني الوقت يعني لا نستطيع أن نكمل جميع المسائل، ولكن نقطة أخيرة ربما ننبه عليها وهي قضية القراءة السريعة في القرآن. للقرآن القراءة السريعة ينبغي لكل مسلم يقرأ القرآن أن يجتنبها إذا كانت هذه السرعة تؤدي إلى الإخلال بمخارج الحروف أو بالمدود. فهذه مسألة لا خلاف فيها يا إخوان، يعني من أن قراءة القرآن من غير تحقيق الحروف، من غير تحقيق المدود، ومن غير يعني المخارج بقدر المستطاع دون تكلف، بالعكس هو التكلف مما نهى عنه العلماء، التكلف في ذلك والمبالغة في ذلك لا ينبغي للقارئ أن يفعله. بعضهم قد يشتغل عن التدبر بهذه التكلفات، ولكن القدر الذي يحصل به تحصل به الصفة، صفة الحرف أو المخرج أو المد، خاصة الطبيعي اللي هو أقل يعني اللي هو حركتان، والمد الطبيعي يعني بدون تكلف، هذا يجب على كل قارئ أن يتعلم هذا الأمر، ولا يحرص على الإكثار من التلاوة أو على الإكثار من المراجعة. بعض حفظة القرآن تجد يتباهى مثلا يقول أنا يعني أقرأ في اليوم مثلا ربع، باعتبار أن له وقت خاص. بأي كيف تقرأ في هذا الربع؟ لو كان يقرأ في هذا الربع بالسرعة التي لا يحقق معها المخارج والمدود، راه الآن هو يرتكب في إثم، وهذا لا نزاع فيه. كذلك في قضية قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، هذه القراءة بالمقامات الموسيقية أو بالألحان المعروفة مراعاة الأنغام هدية، وإن كان اختلف فيها الفقهاء، لكن لابد أن نعلم أن محل خلافهم هو من أدى القرآن أداء صحيحا،
من لم يزد على المد بقدره، لم يزد على قدر المد الطبيعي والقدر والمد المنفصل أو اللازم، لا يعطيه أكثر من ذلك. الحرف عندما يكون حركة واحدة، الحرف فتحة إذا زاد على الحركة وأشبعها وصارت حركة مثل واو أو ياء أو ألف، هنا يا مشايخ باتفاق لا يجوز. يعني حتى عند الشافعية الذين قالوا يستحب القراءة بمراعاة المقامات هذه الأنغام، حتى ولو كان يعني بدون طبعا تفاحش، دون أن يكون كأنه يغني، لا يعني يراعي مثلا يقولوا المقامات المعروفة عندهم الآن دون أن يخل بالأداء الصحيح. نص على ذلك الإمام النووي، ونص على ذلك كل من أجاز ومن لم يجز، قالوا محل الخلاف هو من أتقن القراءة، بل إن إذا خرج عن الأداء الصحيح يصير آثما وفاسقا وملعونا كما قال بعض أهل العلم. فإذا لابد أن نعلم محل الخلاف. محل الخلاف بالقراءة وتحسين الصوت بالمقامات هذا مقيد بالأداء الصحيح، فإذا خرج عن الأداء الصحيح وخالف المعلوم من الأداء فإنه آثم باتفاق ويفسق بذلك والعياذ بالله. يأتي الخلاف بعدين هو إذا كان أتقن القراءة وأدى أداء صحيحا ولم يخل بالقراءة، هنا يأتي الخلاف. قالوا هل يجوز القراءة بمراعاة هذه الأنغام أم لا؟ جمهور العلماء من السلف ومن الخلف، ومن ذلك علماء المالكية إمام مالك رحمه الله، جمهور العلماء اللي من ضمنهم علماءنا قالوا بكراهة مراعاة هذه المقامات. لماذا؟ قال لأنها تجعل القارئ متكلف في قراءته وتشغله أحيانا عن التدبر، وبعض العلماء أجاز ذلك كالشافعية وهو المعتمد عندهم بالشرط اللي قلناه بكري. هل كراهة القراءة بهذه المقامات يعني عدم تحسين الصوت؟ لا، تحسين الصوت هذا أمر آخر، أمر يزيد على قضية المراعاة المقامات. فعلماؤنا مثلا وجمهور العلماء لما قالوا بكراهة مراعاة هذه المقامات قالوا يستحب تحسين الصوت. بكيف يحسن الصوت دون هذه المراعاة؟ يعني يحسنها من غير تكلف، دون أن يلاحظ أنه مثلا الآن سيأتي بهذه القفلة وبهذا الجواب وبهذا الأمور التي تعلمونها في هذا الفن، فدون أن يتكلف ذلك، وإنما يقرأ من تلقاء نفسه، يحاول أن يحسن صوته، هذا مع مراعاة الأداء الصحيح، هذا لا نزاع فيه. ولا يقال بأن من كره القراءة بهذه الأنغام أنه عارض الأحاديث التي تحث على تحسين الصوت، لا، هذه الأحاديث لا نزاع أنها تدل على تحسين الصوت. ثم صار الخلاف هل تدل على أمر زائد على ذلك وهو قضية مراعاة الأنغام؟ جمهور العلماء قالوا ليس لا تدل عليها، وإنما المراد بها مطلق تحسين الصوت دون تكلف. أما في قوله النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أصواتكم، حسنوا القرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، قالوا هذا هيك الحديث تقريبا، وزينوا القرآن بأصواتكم، هذا الحديث رواية من رواية الحديث. وقال القرطبي مثلا والخطابي رحمه الله قالوا هو على معنى القلب، يعني مقلوب مقلوب، وهذا موجود في اللغة ولا إشكال فيه. بل إن جاءت رواية أخرى عن البراء بن عازب جاءت بالقلب، أي جاءت بقوله زينوا أصواتكم بالقرآن، فلما قال زينوا القرآن بأصواتكم بالمعنى على القلب، أي زينوا أصواتكم بالقرآن. أما القرآن كما قال القرطبي لا يحتاج إلى أن يزين بأصواته، وإنما هو في ذاته يعني حسن وزين. أما أن يعني يفهم بالعكس قالوا لا ينبغي ذلك. وإن فهم ذلك على ظاهر هذا الحديث لا يعني ذلك، لا يلزم من ذلك يعني القراءة بالأنغام أو بالمقامات. وإذا قلنا بجواز ذلك لا يعني ذلك أن يقرأ من غير مراعاة الأداء، وهذا للأسف نلاحظه يعني نلاحظه عند يعني في حالتين، إما في قراءة القرآن وإما في الأذان. فالأذان كذلك مما يجب أن يجنب اللحم والتمطيط والتطريب، لكن الوقت يعني ضيق، لعل حصل بهذا التنبيه المقصود، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.